هذه المباراة؟ الأجواء راكم لاحظتوا وشفتوا، يعني اللاعبين متحررين قاعدين يدربوا بانتظام في إطار تاع انضباط بالتوجيهات نتاع الطاقم الفني، تدريبات يعني منذ أيامات محضرة للمقابلة الكأس وما بعد الكأس، يعني المقابلة تاع البطولة رانا حضرنا كما ينبغي. ما زلت لنا الحصة مع الطاقم الفني غدوة مع المدربين، حصة التدريب إن شاء الله لهنا الحصة الأخيرة قبل المقابلة، فيها أمور تكتيكية على روبار وكذا، وإن شاء الله رانا جاهزين للمقابلة الدربي مع نادي شباب قسنطينة. هو عرس كروي كبير تنتظره مدينة عنابة. نعم، يعني هو مع فريق جار وتربطنا علاقات تبادل في إطار رياضي، علاقات أخوية، ومرحبا بالأنصار تاع نادي شباب قسنطينة يعني سياسي بهم بالمسيرين تاعهم. عنابة معروفة مضيافة والأنصار تاعنا معروفين يناصروا الفريق تاعهم بالدرجة الأولى ويرحبوا بأي ضيف يجي لعنابة. عنابة المضيافة جهزت مأدبة غداء وإفطار للأنصار، كل شيء جاهز. هذه يعني المبادرة من عند السيد الوالي وبارك الله فيه، قام بالمبادرة هذه بالتنسيق مع المصالح المعنية. غدوة إن شاء الله يوم المقابلة إن شاء الله الإفطار يكون لهنا، وجبات منقولة، ومرحبا بالأنصار تاعنا وبالأنصار تاع شباب نادي قسنطينة. بخصوص أنصار شباب قسنطينة، هل الإجراءات أماكن الأنصار موجودة؟ كل شيء جاهز، كل شيء مضبوط؟ هو يعني الأمور مضبوطة، الأنصار تاع سياسي عندهم المكان تاعهم المخصص، المصالح الأمنية محضرة المخطط باش المقابلة تعدي يعني مقابلة كروية عرس رياضي ولميورغاني بيان سور. احنا نتمناو الفريق تاعنا يتأهل للدور المقبل إن شاء الله. أكيد رئيس الفريق عنده كلمة قادر يوجهها للأنصار اتحاد مدينة عنابة في خصوص هذه المباراة. الأنصار راني ديما نقولها، الأنصار تاعنا الأنصار الأوفياء تاع اتحاد مدينة عنابة، راهم هما رأس المال، والفريق يعني بكل صراحة الفريق ملك للأنصار. الأنصار تاعنا نطلبوا منهم إن شاء الله يجوا بقوة، معروفين بالانضباط تاعهم، معروفين بالتنشيط في المدرجات، معروفين بالشعارات نتاعهم، شعارات سلمية، شعارات رياضية، رم المعلومات اللي عندنا باتصال مع المجموعات، رمهم جايين بقوة باش يناصروا الفريق تاعهم، وإن شاء الله غدوة وبعد غدوة، غدوة الحصة الأخيرة ونهار يوم المقابلة، راح الأنصار تاع اتحاد مدينة عنابة راح يشوفوا فريق مغاير، فريق يلجو للبو فوتبول، وفريق ما يسهلش يلعب في الدرجة الثانية. راح تشوفوا اتحاد مدينة عنابة فريق نتاع كما قال الأخر تاع الديون تاع كلوب بروفيسيونيل تاع الصح، وان شاء الله يكون الفوز حليف هنا. ومرحبا بكل الانصار نتاع الاحياء الشعبيه نتاع البلديات تاع كل ولايه عنابه، حتى الانصار تاع موجودين عندنا، انصار موجودين في الشرق الجزائري، مرحبا بهم، وان شاء الله راح يكون تكون مقابله كبيره اللي راح يتمتعوا بها الجماهير. ونشكركم على الاستضافه. صحف ترك شيخ، صحف تركم، ومرحبا بكم. الفريق استفاد من فتره 15 يوم بعد تأجيل الجولة الماضية، الفريق حضر جيدا لمباراة الكأس واللي باقي أطوار البطولة، كيفاش ستصير تحضيرات الفريق؟ تحضيرات عادية بارابور يعني البرنامج عملي اللي سطرناه في المرحلة هذه تاع لو تاع ملي بدا يعني سيدنا رمضان. دونك احنا كنا نحضروا للبطولة يوم ميم طون، كنا على بالنا باللي كاين دور تاع كأس الجمهورية، دونك ميم طون التحضير تاعنا كان ماشي للمقابلة تاع الكأس. دونك احنا الأسبوع اللي فات يعني كنا يعني ما لعبناش يعني المقابلة تاع البطولة، دونك اكتفينا يعني بالتحضير العادي يعني في ملعب الحجار ولا هنا في الملحق تاع 19 ماي. دونك تحضيرات كيما يقولوا عاديه يعني سي دي ميكرو سيكل دو ترافاي تاع شاك سيمان اللي نديروهم يعني كيما مداري. الفريق ينتظره مباراه كاس امام الشباب قسنطينه، مباراه كبيره، ديربي الشرق، هل الفريق جاهز؟ حقيقة يعني هي مباراة راح تكون ديربي بين يعني زوز من أعرق الفرق الجزائرية،
زوز فرق اللي عندهم قاعده جماهيريه كبيره، زوز فرق اللي اثبتوا الوجود تاعهم يعني في الكره الجزائريه. ممكن الفرق اللي كان في المقابله انه اليوم فريق اتحاد عنابه يتواجد في القسم الوطني الثاني، وفريق شباب قسنطينه راهو في الرابطه المحترفه الاولى. يعني هذا هو يعني ممكن كيما نقولوا لا ديفيرونس اللي كاينه يعني في لي بالي اللي راهم يلعبوا فيهم الفرق. مي انا نشوف انه مقابله محليه، مقابله اللي في سهرة رمضانية اللي إن شاء الله تكون ممتعة. إن شاء الله يعني الحضور اللي راح يكون في الملعب ما يندمش انه جا للمباراة. إن شاء الله يعني الفريقين يأديوا مباراة في المستوى واللي تليق بالسمعة تاع الفرق هادو. ما شاء الله جماهير الاتحاد عنابة ستغزو ملعب لمؤازرة أشبال الكنابي، هل الفريق نقولوا راح يعطيهم صوره ملاحه على في هذه المباراه؟ والله ان شاء الله هي مباراه تاع كاس كما قلنا، راح نواجهوا يعني فريق اللي كما نقولوا راهو في ازهى ايامه يعني في البطوله، يعني فريق اللي عنده خبره، فريق اللي يسخر يعني بامكانيات كبيره. مي هذا ما يمنعش انه فريق اتحاد عنابه يبقى فريق اتحاد عنابه باسمه بجمهوره بالانفراستركتور اللي عنده. دونك المقابله راح تكون اكثر منه متعه للجماهير، واللي يكون يعني واجد في المباراة واللي يعرف يسير المباراة هو اللي ممكن يقدر يتأهل، لأنه هذه مباراة تاع كأس من جهة تختلف يعني في المعطيات نتاعها على مباريات بطولة. احنا عندنا يعني الإمكانيات اللي تخلينا نديروا مقابلة في المستوى ونظهروا بالوجه اللي لازم يكون به فريق اتحاد عنابة إن شاء الله. رسالتك إلى الهوليغانز؟ والله الرسالة الهوليغانز هما ما همش مقصرين معنا، هما اللي رافعين لنا المعنويات في التنقلات يعني في المقابلات اللي رانا نلعبوا فيهم يعني يا دوميسيل، رغم الظروف الصعبة يعني اللي مر بها الفريق ولا اللي مر بها الفريق، رغم الترتيب يعني اللي ماهوش مريح يعني تاع الفريق. احنا ان شاء الله يعني نوعدوهم انه نأديو مباراه في المستوى ونكونوا قد الحجم تاع المسؤوليه وقد الحجم تاعهم هما في يعني الشغف نتاعهم على الفريق والحب نتاعهم على الفريق، وان شاء الله ما يندموش كي يجيو يشوفوا المباراه. ان شاء الله يروحوا ساتيسفي يعني بالمردود اللي راح يقدمه الفريق في المباراه هذه ان شاء الله. شكرا. بارك الله فيك. صح صاروا شيتهم تعلم روح اللي يروح تعلم صور برك احنا صور برك كليك صور قال له فرماسيون عبد الله قال له
شفتكم نحلاف القطر مرقليه طويله عليك تمشي صور مع واحد طويل لا انا متمدد شويه Thank you.